ضياء بالتحديد، خلينا نكون واقعيين وبنقل الحقيقه بكل مهنيه ومصداقيه الى الشعب العراقي. هناك استقبال يعني وفرح وهزيج وطش الشوكليت، بس ما وجدنا حتى هذه اللحظه في الاحياء اللي يسيطر عليها جهاز مكافحه الارهاب بان هناك مقاومه من ابناء المحافظه نفسها للارهابي المتكفرين. ولكن حصلنا على معلومات مهمه ضياء عندما تم قتل بعض الارهابيين والتكفيرين وهم يعني بانفاسهم الاخيره، عندما تحدثوا منهم بعض ضباط وجنود جهاز مكافحه الارهاب وبالتحديد الفرقه الذهبيه، قالوا انتم مين ومن يمولكم ومن يدعمكم؟ انا اتحمل مسؤوليه هذه الكلمه بالتحديد، ولكن الحقيقه يجب ان تلقى للشعب العراقي. قال نحن بالتحديد وبالعباره الصريحه والواضحه، نحن نمثل مجاميع اثير النجيف هنا نقاتل مع الارهابيين والتكفيرين. طيب هذه الحقيقه تم سماعها يعني بالابني، وتم نقلها من خلال هؤلاء الابطال عندما سمعوا وشاهدوا ما تكلم به هؤلاء الارهابيين والتكفيرين. تحدثوا بكل صراحه لانهم يمثلون مجاميع مسلحه تابعه لاثير النجيفي دربت في معسكرات في بحشيقه من قبل دول مجاوره للعراق. هذا ما استطيع التحدث به حتى هذه اللحظه، وهذه الحقيقه يجب ان تنقل للشعب العراقي، حتى اذا كانت حتى كانت تهدد حيدر شكور وكادر برنامج الخطوط الاماميه وتكلف هذا الموضوع الدم.